النهاردة عندنا فيلا للبيع في يوفاجيك، فيلا مستقلة داخل مجمع فيلل مكون من 10 فيلل بس. هي دي شكل الفيلا من الخارج، دي الحديقة الخاصة بالفيلا. مساحة الأرض حوالي 310 متر، مساحة البناء 220 متر، على طابقين، 4 غرف وصالة مطبخ منفصل، 3 حمامات وغرفة لغسالة الملابس. زي ما انتم شايفين دي شكل الحديقة، دي شكل الفيلا. التدفئة بتاعتها أرضية، وصلات التكييف كلها جاهزة. خلينا نشوف الفيلا من الداخل. ده عندي هنا موقف السيارات. نبدأ من المدخل. خلينا برضو نشوف شكلها هنا من الجنب عامل ازاي. نفس الكلام من الجنب التاني، بيكون بالشكل دوت. عندي هنا ده باب الفيلا. عندي هنا في المدخل عندي دولاب. عندي في الطابق دوت صالة ومطبخ وغرفة وحمام. نبدأ الأول هنا، ده المطبخ. المطبخ بيجي معاه فرن وبوتاجاز وشفاط، غير كمان بيجي فيه كومبي اللي هو السخان بتاع الماء السخنة والتدفئة. من هنا بقدر أخرج على الحديقة. الجزء ده ممكن نقفله إزاز، تبقى جلسة ممكن تستخدم في الشتاء جدا، تبقى ممتازة. نيجي بعد كده عندي هنا حمام بيجي معاه شاور، مساحته كويسة. نيجي بعد كده الصالة. عندي وصلة التكييف جاهزة. عندي تدفئة تانية هنا توزع فوق على غرفة النوم الماستر. من هنا بقدر أخرج على الحديقة، أو من هنا بقدر أخرج على الحديقة. هنشوف دلوقتي الغرفة اللي تحت. عندي هنا دي غرفة برضو وصلة التكييف جاهزة، مساحتها كويسة. هنطلع دلوقتي الطابق اللي فوق. فوق عندي زي ما قلت لكم 3 غرف و2 حمام وغرفة لغسالة الملابس. عندي هنا في شباكين. دي غرفة رقم 2 وصلة التكييف موجودة فيها، برضو نفس مساحة الغرفة اللي تحت تقريبا. عندي هنا ده برضو حمام، نفس مساحة الحمام برضو اللي تحت، مساحته كويسة. دي غرفة لغسالة الملابس، ممكن برضو تستخدم كمخزن. عندي دي الغرفة رقم 3، من خلالها بقدر اخرج للبلكونة. هنخرج لها من غرفة النوم الماستر. نيجي بعد كده دي الغرفة الماستر، الحمام الخاص بيها. عندي هنا ده دولاب الملابس، مساحته كويسة. نيجي بعد كده بقية الغرفة، مكان السرير والمكيف موجود مع الشباك مع المطل الجبال. ونيجي بعد كده للبلكونة المشتركة مع الغرفة الماستر والغرفة اللي جنبها. البلكونة برضو مساحتها كويسة، لو اتقفلت ازاز طبعا تبقى جدا ممتازة. عندي هنا المطل للجبال. دي شكل الحديقة من تحت، الحديقة بتاعتها كويسة. عندي برضو الفيلا اللي جنبيها دي برضو للبيع، بس فيها حمام سباحة، دي متاحة، واللي جنبيها متاحة للبيع. هسيب لكم التفاصيل كاملة في صندوق الوصف اليوتيوب، زائد السعر زائد الصور الفيلا.
أتمنى تكون الفيلا عجبتكم.